بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. أهلا بكم في قراءة مبسطة لسفر أعمال الرسل من أسفار الجميلة في الكتاب المقدس لتورينا حياة الكنيسة الأولى. أراجع معكم بسرعة كالعادة الإصحاحات بتاعتنا. وصلنا لإصحاح 16 النهاردة، وقلنا أن أول إصحاح كان الصعود، والتاني 50، التالت المقعد، الرابع الاضطهاد الأول، الخامس اضطهاد الثاني، السادس اضطهاد الثالث، السابع استفانوس، الثامن فيلوبوس، التاسع شاول، العاشر كرنيليوس، الحداشر برنابا، الاثناشر يعقوب، الثلاثاشر والاربعتاشر الرحلة الأولى، خمستاشر المجمع. النهاردة هنبتدي الرحلة الثانية، وعايز أقول لكم أن الرحلة الثانية هتاخد من أول إصحاح 16 لغاية إصحاح 18. تعالوا نبص مع بعض كدهوت على الخريطة بتاعتنا، خريطة الإصحاح دوت. الخريطة بتاعتنا تبتدي من 1 لـ5، هيختاروا بولس، هيختار تيموثاوس، للخدمة معه. معلش يا ريت كل الناس تعمل ميوت بعد اذنكم. من 6 لـ10 الروح القدس هيمنع بولس، يمنع بولس، وبعد كده هيسمح له ان هو يروح مقدونيا. من اول 11 لـ15 بولس وسيلة في السجن. من 16، انا اسف، في فيليبي مش في السجن، انا اسف، في فيليبي، يوصلوا فيليبي ويخش السجن، يعني مفيش مشكلة، بس مش دلوقتي. في فيليبي من 16 لـ18 الجارية العرافة، ومن 19 لـ24 يخشوا السجن بقى، بولس وسيلة في السجن. من 25 لـ34 إيمان سجان فيليبي، يبقى دخلهم السجن جه بإيه؟ بفجر. ومن 35 لـ40 هيبقى الإفراج عن بولس وسيلة. يبقى الإصحاح بتاعنا يتقسم إلى 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7 أجزاء. أول جزء من 1 لـ5 اختيار تيموثاوس للخدمة. من 6 لـ10 الروح القدس يمنع بولس، وبعد كده يسمح له أنه هو يروح مقدونيا. من 11 لـ15 بولس وسيلة يخشوا فيليبي. من 16 لـ18 الجارية العرافة. وبعد كده من 19 لـ24 بولس وسيلة في السجن. من 25 لـ24 إيمان سجان فيليبي. من 35 لـ40 الإفراج عن بولس وسيلة. تعالوا مع بعض نشوف الإصحاح دوت، لأنه بداية الرحلة الثانية. زي ما احنا شفنا ابتدت الرحلة الثانية من نهاية الإصحاح 15. لو بصينا كده هوت على الخريطة هنا، هنلاقي أنه لما كانوا في أورشليم بولس وسيلة اختاروا ان هم يروحوا الى سوريا وكيليكية، اهي في المنطقة دي يخدموا هناك، قعدوا يخدموا فترة. فدي كانت بداية الرحلة التانية. بعد كده هنشوف هيروحوا بعد كده دربة ولاسترا وايقونية وانطاكيا، وهيعدوا على ميسيا، وبعد كده ترواس،
ومن هنا هيشوف الرؤية بتاعته زي ما هنشوف دلوقتي عشان يروح إلى الناحية الثانية إلى فيليبي. تعالوا مع بعض نشوف الرحلة بتاعتنا. بعد ما بولس خلص المنطقة بتاعت سوريا وكيليكية وابتدوا يشددوا الناس، أم قال لسيلا يلا بينا نطلع على الأماكن اللي احنا خدمنا فيها قبل كده. ثم وصل إلى دربة ولسترا. فاكرين دربة ولسترا؟ لسترا ديت اللي ترجم فيها بولس الرسول وجروه ورموه بره زي الميت، وشفنا معجزة وعمل ربنا إزاي إن هم هو قام ودخلوه المدينة وتاني يوم سافر بعد كده هو. ثم وصل إلى دربة ولسترا، وإذا تلميذ كان هناك اسمه تيموثاوس، ابن امرأة يهودية مؤمنة ولكن أباه يوناني، وكان مشهودا له من الأخوة الذين في لسترا وإيقونية. تيموثاوس موجود في لسترا وإيقونية، مامته أمها أمه إفنيكي وجدته لؤيس، متربي على الإيمان، أمه امرأة يهودية مؤمنة لكن أبوه إنسان غير مؤمن خالص، إنسان وثني يوناني، مش عارفين إذا كان أبوه كان عايش ولا مات ولا إيه. المهم يعني أنه هذا الشاب الجميل كان مشهود له في كل البلد لسترا وأيقونيا، واضح أنه هو إنسان عايش حياة مقدسة بيقدم حياته ربنا قدوة للناس اللي حواليه. فأراد بولس أن يأخذ هذا معه. أنتم متخيلين أنه لما يقرر القديس بولس الرسول أنه هو ياخد ولد شاب كده هو معاه في الخدمة، ده يدل على أن هذا الشاب ليه فعلا مواصفات أنه إنسان بيحب ربنا وعنده حماس للخدمة. فأخذه وختنه من أجل اليهود الذين في تلك الأماكن، لأن الجميع كانوا يعرفون أن أباه يوناني. الله الله، ايه بقى الموضوع هنا؟ ليه ده بولس وقف وكانت مباحثات شديده قوي ومجمع عشان خاطر موضوع الختان؟ طب ازاي هو هنا ياخد تيموثاوس ويختنه؟ في نقطه لازم نعرفها. اول حاجه، اللي كان بيكلم عنهم وبينادي بيهم بولس دول الناس الامم اللي هم همش في اليهوديه دي خالص، وبالتالي هو مش عايزهم ان هم يحسوا بثقل او بحاجه توقفهم ان هم ينطلقوا الى المسيح. لكن تيموثاوس ده انسان مولود امه يهوديه، متربي على كل التعاليم اليهوديه، دي نمره واحد. فالختان بالنسبه له ما فيهوش شيء يمنعه او يخليه يعترض عليه. نمره اتنين، انه بولس زي ما احنا عارفين كان بيخش المجامع ويخدم او يبتدي يكرز للناس اليهود. فاليهود اوريدي كانوا عارفين ان الواد ده ابوه وثني. وبالتالي يعني مش هيكون بالنسبة لهم هم قدوة حلوة ان هم يؤمنوا عن طريقه. فكان الحل ان هو يختتن هذا الشاب ويبتدي يخدم معاه او يخدم به ربنا. فكرة ان هو عشان ما يحصلش نوع من انواع الرفض او اي حاجة ممكن تعطل الخدمة. فاكرين كده؟ قال صرت لليهودي كيهودي ولليوناني كيوناني. بولس عايز يكسب على كل حال قوما، عايز يجيب الناس للمسيح. خلي بالكم انه بولس يعتبر من الشخصيات الليبرال، يعني المنفتحة جدا في الحياة الروحية او في الحياة مع المسيح، على الرغم ان لقيه برضو انسان متمسك او متشدد مع نفسه جدا، ان كان لنا قوت وكسوة فلنكتفي بهم. يعني على المستوى الشخصي هو إنسان روحاني بشدة، لكن على مستوى قبول الناس للمسيح عنده قلبه متسع جدا، قلبنا متسع وفمنا مفتوح لكم. وإذ كانوا يكتزون في المدن كانوا يسلمونهم القضايا التي حكم بها الرسل والمشايخ الذين في أورشليم ليحفظوها، فكانت الكنائس تتشدد في الإيمان وتزداد في العدد كل يوم. فاكرين؟ هقول لكم تاني، في الإصحاح 15 حصل مجمع وقالوا احنا عايزين نسهل على الأمم للدخول زي ما ربنا علمنا وزي ما ربنا قال لبطرس.
يبقى أهم حاجة الخلاص بالإيمان والمعمودية، لا داعي للختان ولا للناموس، هما مع حفظ النفس بدون زنا ومن المخنوق والدم. الناس قبلت الإيمان والكنيسة بقت تتشدد في المناكب في الأماكن ديت، ويزداد العدد كل يوم. زي ما قلت لكم كل نقلة ما بين مرحلة ومرحلة القديس بولس يحط لنا الستيتمنت دي، الآية دي، فكانت الكنائس تتشدد في الإيمان وتزداد في العدد كل يوم. شفناها في صح 6 عدد 7، في صح 9 عدد 31، صح 12 عدد 14، والنهاردة بنشوفها في صح 16 عدد 5، وإن شاء الله هنشوفها تاني. وبعدما اجتازوا في فريجي وكورة غلطية، بصوا على الخريطة تاني بعد إذنكم كده هوت، بصوا على الخريطة، ادي منطقه هو وصل الى دربة ولاسترا وايقونية، اهم شايفين دي منطقه غلاطيا وفيريجي. ايه اللي بقى حصل؟ بولس حب يخش يخدم في المنطقه دي، غلاطيا فيريجي بيثينية، افتكروا الثلاثه دول اهم شايفينهم اللي هم فوق في الشمال ناحيه الشرق، غلاطيا فيريجي بيثينية، منطقه ديت اسيا الصغرى. لكن اللي حصل، وبعدما اجتازوا في فيريجي وكورة غلاطية منعهم الروح القدس أن يتكلموا بالكلمة في آسيا، اللي هي أفسس، عاصمتها أفسس. فلما أتوا إلى ميسيا حاولوا أن يذهبوا إلى بثينية اللي هي عاصمتها نيقيا اللي عمل فيها المجمع الأول، فلم يدعهم الروح. شايفين تعبيرين مهمين جدا، بولس حاول أن هو يروح فيريجي وغلطيا، منعهم الروح القدس ومنعهم كمان يتكلموا في آسيا اللي هي عاصمتها أفسس، مش آسيا القارة، لا دي منطقة اسمها آسيا. فراحوا المنطقة اسمها ميسية، ميسية حاولوا ان هم يروحوا بيثينية برضو، فلم يدعهم الروح. هو ليه الروح مش عايزهم يخدموا؟ ده في قلب مشتعل، مش كل حاجة عايزها ربنا بيسمح بيه، الله ليه خطة تانية غيرك. ربنا عنده خطة برضو لخلاص النفوس دي، وهيوصل لهم، هيوصل لهم، وهنشوف بعد كده هوت هيوصل لهم، وهنشوف غلطية دي هيبعت لهم رسالة هناك. لكن الله عايز يحرك بولس يبقى أداة طيعة، ربنا عايز كل واحد فينا يبقى في إيدين ربنا أداة طيعة. ماذا تريد يا رب أن أفعل؟ مش دي الكلمة اللي قالها بولس الرسول؟ قال له أنا هقول لك، أنت متمشيش بإيه؟ برغباتك ولا بدماغك. فمروا على ميسيا وانحدروا إلى ترواس. ترواس اللي هي ميسيا اللي هي الميناء اللي تقريبا شايفينها أهو من غير ما أهي، بس حلو كده أهي ترواس أهي، لأنه من ترواس هنا هيشوف رؤية واحد بيقول له عبر إلينا وأعنا في مقدونيا، مقدوني رجل مقدوني في منطقة بقى إيه فيليبي ونيوباليس وأبولونيا والحتة دي. أوكي، فمروا على ميسيا وانحضروا إلى ترواس وده ميناء، وظهرت لبولس رؤية في الليل، رجل مقدوني حتى في اليونان كده في الشمال قائم يطلب إليه ويقول أعبر إلى مقدونيا وأعنا. يبقى هو ربنا مش عايزك تروح الحتة دي، عايزك تروح حتة تانية خالص مش في دماغك أنت. أنت عامل بلان لنفسك وخطة لحياتك ومستقبلك، وتلاقي ربنا يقولك جميل قوي اللي أنت عامله ده، بس أنا هغير كل اللي أنت عامله عشان ليه حاجة تانية أحلى ليك. فلما رأى الرؤية للوقت طلبنا أن نخرج إلى مقدونيا متحققين أن الرب قد دعانا لنبشره. واخدين بالكم التعبير هنا هوت بقى في ضمير نا. فلما رأى بولس الرؤية للوقت طلبنا أن نخرج إلى مقدونيا، والأباء أو المفسرين للكتاب المقدس بيقولوا ناهن هوت يعني نحن، يعني لو انضم للمجموعة بقى في بولس وسيلة ولوقا وكمان تيموثاوس. فلما رأى الرؤيا للوقت طلبنا أن نخرج إلى مقدونيا متحققين أن الرب قد دعانا لنبشره. فأقلعنا من ترواس المينا اللي قلت لكم عليها، وتوجهنا بالاستقامة إلى ساموثراكي، وفي الغد إلى نيابوليس.
نيابوليس ده ميناء موجود في فيليبي، هم هيوصلوا لفيليبي. ليه ربنا عايزهم يوصلهم فيليبي؟ لأنه عنده ناس عايزهم يؤمنوا ويخشوا الإيمان جوه فيليبي. مين الناس دي؟ هنعرف بقى دلوقتي. ومن هناك إلى فيليبي التي هي أول مدينة في مقاطعة مقدونيا. وكلمة مقاطعة مقدونية يعني مستعمرة رومانية تخضع لكل الأحكام الرومانية، فيها والي روماني أو حاكم روماني وهي كولونية. فأقمنا في هذه المدينة أياما. واللي عايز أقوله لكم أنه المقاطعات الرومانية لا يسمح فيها بأي دين تاني، أي تدين تاني، أي حد تاني، يعني لا اليهودية، وهم كانوا اوريدي بيضطهدوا اليهود بشدة. يعني عشان كده في الآية اللي جاية آية 13 يقول إيه؟ وفي يوم السبت اللي هو اليوم بتاع اليهود اللي كانوا بيجتمعوا دايما فيه في المجمع، خرجنا إلى خارج المدينة عند نهر. شايفين؟ راحوا في حتة بعيدة، بعيدة عن البلد عشان محدش يشوفهم، محدش يسمعهم، ياخدوا راحتهم قوي في القراية والصلاة، حيث جرت العادة أن تكون صلاة. فجلسنا وكنا نكلم النساء اللواتي اجتمعنا. في الحقيقة في حتة جميلة عجباني هنا قوي. أول تعبير كلمة جرت العادة. العادة يعني إيه؟ يعني في تعود إن إحنا نصلي، في تعود إن إحنا كل يوم سبت نجتمع ونعمل اجتماع صلاة، في متعودين إن إحنا نحضر اجتماع روحي. بس أنا عجباني كلمة جرت العادة أن تكون صلاة. نصلي وبعد كده نعمل أي حاجة، نصلي وبعد كده ناكل، نصلي وبعد كده هو نسمع كلمة روحية. إزاي إن إحنا نخلي كل اجتماعاتنا فيها حتة صلاة؟ حتى لو رايحين نتقابل كأصحاب كقرايب، إيه اللي يمنع إن إحنا نرفع قلبنا ونصلي الأول وبعد كده هو نقول أي حاجة أو نفتح أي موضوع نتكلم فيه؟ كانش فيه مجمع، فلازم يروحوا في حتة بعيدة عن البلد يجتمعوا هم فيها ويصلوا وبعد كده يسمعوا كلمة ربنا. فكانت تسمع امرأة اسمها ليديا بايعة أرجوان من مدينة تياتيرا متعبدة لله، ففتح الرب قلبها لتصغي إلى ما كان يقوله بولس. واحدة ست من أساسا هي من فيليبي أو من واتيفر، من حتة دية مكدونيا، امرأة يونانية شغالة في أنها بتصبغ أو بتبيع القماش المصبوغ الأحمر لأرجوان في مدينة تياتيرا. تياتيرا دية كلنا عارفينها، اتذكرت مدينة من مدن تياتيرا يعني مسرح، من مدن اللي اتقالت في كنايس السبعة اللي اتقالوا في سفر الرؤية. فليديا بياعة لكنها إنسانة متعبدة، يعني هي أممية، واضح أنها بقت يهودية، قلبها منفتح جدا على ربنا، فربنا حب يوصلها إلى الإيمان. ففتح الرب قلبها لتصغي إلى ما كان يقوله بولس. كلام بولس دخل قلبها. عارفين كده يقول لك كلمة ربنا اخترقت، كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين. فلما اعتمدت هي وأهل بيتها وصرحت قائلة: إن كنتم قد حكمتم إني مؤمنة بالرب فادخلوا بيتي وامكثوا، فألزمتنا. أول حاجة يعني فكرة أنها اعتمدت وهي وأهل بيتها، واضح جدا أنه أهل البيت معناه الزوج والأولاد والأسرة كله. طب هم اعتمدوا على إيمانها ولا اعتمدوا على 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 إيمانهم؟ أكيد أنه قعدوا مع الزوج ووضحوا له ووصلوا له المسيح، وبما أنها إنسانة متعبدة فأكيد قادرة توصل ربنا لبيتها. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، الأطفال. واضح إن في أطفال. بعض المفسرين للأسف قالك لا، ممكن أهل بيتها دول مش بالضرورة يكونوا متجوزة، يعني هروب من فكرة إنه في معمودية أطفال. لا، في معمودية أطفال، ودي من أكتر الحاجات اللي بتوضح إنه ممكن يكون في معمودية أطفال. فلما اعتمدت هي وأهل بيتها طلبت قائلة: إن كنتم قد حكمتم إني مؤمنة بالرب مسيحية فادخلوا بيتي وامكثوا. فاكرين كده هوت لما المسيح دخل بيت زكا؟ أهو بالضبط كده. فألزمتنا. تعبير ألزمتنا ده تعبير جميل جدا. بولس والخدام اللي معاه جايين غرباء عن المدينة،
لكن هي حبت تستضيفهم وألزمتهم أنهم يجوا ويدخلوا بيتها. وحدث بينما كنا ذاهبين إلى الصلاة في يوم بقى تاني، واضح أن هم كانوا بقى خلاص تعودوا بقى كالعادة، أن جارية بها روح عرافة استقبلتنا، قابلتهم في الطريق كده، وكانت تكسب مواليها مكسبا كثيرا بعرفتها. إنسانة فيها روح شرير، بتقدر بالروح الشرير اللي فيها تقدر تعرف بعض الحاجات، فتقول للناس حاجات هم عن نفسهم، يعني انت مخبي مش عارف ايه، انت عارف ايه، انت زعلان مع مراتك، عارفين الحاجات بتوع الناس الاشرار دولت يعني. وكان في واحد راجل مشغلها لحسابه وبيكسب من وراه. هذه اتبعت بولس وايانا وصرخت قال، اتبعت بولس يعني يوم ورا يوم ماشي وراهم، وماشي تقول بقى ايه، هؤلاء الناس هم عبيد الله الحي الذين ينادون لكم بطريق الخلاص. طب دي حاجة تفرحنا ولا تزعلنا؟ فإحنا مش محتاجين أن الشيطان يشهد للمسيح، ولا يشهد للخدمة، ولا يشهد للكنيسة، ولا محتاجين حد يجي يقول أنه فعلا أنتوا كنيستكم كنيسة أصيلة أو كنيسة حقيقية، أو أنه الكهنوت ده طلع أنه فعلا رسولي، أو أنه الإفخارستية دي شيء صحيح، أو أنه أنا عايز أقول أنه إحنا كنيسة رسولية آبائية. وده اللي عمله بولس، وكانت تفعل هذا أياما كثيرة. فضجر بولس والتفت إلى الروح وقال، أنا أأمرك باسم يسوع المسيح أن تخرج منها. فخرج في تلك الساعة. يعني بولس ما حبش أنه يكون الشهادة جاية من الشيطان، الشهادة تيجي من عمل الله في النفوس، من الناس تشوف ربنا في الناس اللي أمنت فيزاد يزيد الإيمان، الناس تآمن بكلام بولس وسيلة ولوقا وتيموساوس. طبعا الموضوع ده عمل مشكلة كبيرة قوي، وهو كان ربنا قاصد في الحقيقة، منعهم ان هم يروحوا غلاطية ويروحوا بتاع دوت ميسية وفريجية، علشان خاطر عايزهم يروحوا في ليبي عشان ليديا تآمن، عشان هم يخشوا السجن. وإحنا لما يخشوا السجن نتعلم حاجة حلوة، تعالوا نشوف هنتعلم إيه لما هم يخشوا السجن. فلما رأى موليها أنها قد خرج رجاء مكسبهم، الروح الشرير خرج، فالست بقتش تعرف تعمل حاجة، أمسكوا بولس وسيلة وجروهما إلى السوق إلى الحكام، مسكوهم وراحوا للحاكم اللي موجود، فضل شوف الناس دولت بيعملوا إيه. وإذا أتوا بهم إلى الولاة قالوا، هذان الرجلان يبلبلان مدينتنا وهما يهوديان. المدينة تحت الحكم الروماني، ودولت يهود وبيتكلموا عن اليهود أو عن إله اليهود، وينادين بعوائد لا يجوز لنا أن نقبلها ولا نعمل بها إذ نحن رومانيون. زي ما قلت لكم كده في البداية، أنه أي مقاطعة رومانية ممنوع أنه أي حد ينادي بديانة تانية فيها خالص. عشان كده لو تتذكروا أو تشوفوا بعد كده، بولس هقول أنا رافع دعوايا إلى قيصر، مش رومانيا ممنوع، أنا رافع دعوايا إلى قيصر، أنا أروح أتكلم هناك وأبشر هناك. بولس ده كان إنسان رائع. فقام الجميع معا عليهم ومزقوا الولاة ثيابهم، قطعوا هدوم بولس وسيلة، وأمروا أن يضربا بالعصا بالعصي، فوضع عليهما ضربات كثيرة وألقوهما في السجن. مسكوهم، عزقوهم، ضربوهم، يريد بالكرابيك، لا ده بالعصيان، ضرب مؤلم وموجع. وأوصوا حافظ السجن أن يحرسها بضبط، يضبطوا يعني يتزبطوا جوه السجن. طبعا الراجل سمع كده قال لهم يعني يا زين ما قلتولي، فقام ايه عمل وصايا عليها، وهو إذ أخذ وصية مثل هذه ألقاهما في السجن الداخلي وضبط أرجلهما في المقطرة. السجن الداخلي ده زي اللي اتسجن فيه بطرس، عارفين المحرس الأول والمحرس الثاني، جوه السجون اللي هي لا فيها نور ولا هوا وكلها رطوبة وضلمة وحاجة بتبقى صعبة جدا. فوق ده المقطرة دي عبارة عن حاجة سلاسل بتتحط كده هوت، ورجلين تتحط في خشب أو بتاع، بحيث إن الإنسان يبقى مشدود ويعني يأمتا واقف يأمتا على الأرض، حاجة مؤلمة جدا 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 ما تخليكش تعرف تنام.
طب يحصل ايه؟ ونحو نصف الليل كان بولس وسيلة يصليان ويسبحان الله والمسجونون يسمعونهما. الله 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 الله، ده ايه بقى؟ ده الناس دي دخلت الى العمق، مش السجن الداخلي. بطرس دخل الى العمق، مش المسيح قال كده ادخلوا الى العمق؟ مش تسجنوا على الباب بره، لا ده انت تسجنوا جوه. فلما يخشوا جوه بطرس يحس بسلام، ويجي الملاك يصحيه ويخرجه من جوه ظلمة السجن، وبولس وسيلة يخشوا الى العمق مع ربنا. الالم موجود، موجود، والمقطرة والعصيان اللي اتضربوا بيها وهدومهم المتقطعة وحالة صعبة، لكن ده ما يلغيش ان احنا نقف قدام ربنا ونرفع قلبنا ونصلي. مش بيصلوا ان ربنا ينجيهم زي ما هنشوف، لكن بيصلوا انه ربنا يثبت الناس اللي شافوهم بيتسجنوا وهم كانوا بيكرزوا لهم لألا يتهز إيمانهم. فيحصل إيه؟ فحدث بغتة زلزلة عظيمة. ده ربنا بقى نزل ملاك، وزي ما زلزل كده في يوم قيامته ملاك ميخائيل، أهو بقى إيه نزل، حصلت زلزلة عظيمة. ولما تحصل الزلزلة يحصل إيه؟ يحصل ثلاث حاجات مهمين قوي. حيث تزعزعت أساسات السجن فانفتحت في الحال الأبواب وانفكت قيود الجميع. لما تقف وتصلي بقلبك ربنا يزلزل الدنيا عشانك، هتتزعزع أساسات أي سجن أنت مسجون فيه، سجن خطية، سجن مشكلة، سجن الخوف اللي احنا عايشين فيه الأيام دي، سجن أي سجن يتزعزع وتنفتح الأبواب في الحال. ربنا يفتح لنا باب ما كناش عارفين هيجي منين. هل بطرس، هل بولس، هل بطرس كان عارف ان هو يخرج من السجن؟ ابدا. هل بولس وسيلة كانوا عارفين ان هيخرجوا ازاي؟ ابدا. لكن ربنا هو اللي بيفتح الابواب وتنفك قيود. ايه القيود اللي بتقيدك؟ خطيه، شهوه، قيد زي ما بقول لكم كده، قيد خوف، قيد قلق، قيد كورونا. ربنا يفك كل القيود. ولما استيقظ حافظ السجن وراء ابواب السجن مفتوحه، قال يا نهار ابيض، استل سيفه وكان مزمعا أن يقتل نفسه ظنا أن المسجونين قد هربوا. فاكرين لما بطرس هرب أو خرج من السجن، هيرودس ساعتها أمر أن المسجونين يتعدموا، ده كان القانون الروماني. هنا نفس الحكاية، الراجل قال لك دول هربوا، ما هو شاف الأبواب مفتحة، هو مش شايف بقى الدنيا ضلمة، بس شاف الأبواب مفتحة، قال لك بس دول هربوا، فقرر أن هو إيه يموت نفسه. طبعا واضح ان هو صرخ وزعق وقال ايه ده، انتوا راحتوا فين كده اهوت. فمين سمعه؟ بولس. فنادى بولس بصوت عظيم قال لا تفعل بنفسك شيئا رضيا، لان الجميع ها هنا، ما تخافش، احنا كلنا لسه قاعدين، محدش خرج خالص. ودي برضو حاجه عجيبه جدا، ما هربوش ليه؟ الباب اتفتحت. لا لا لا، اكيد ربنا عايزنا في ميشن، في رساله. فطلب اللي هو حارس السجن أو حافظ السجن ضوءا واندفع إلى داخل، وخر لبولس وسيلة وهو مرتعد، ثم أخرجهما وقال يا سيدي ماذا ينبغي أن أفعل لكي أخلص؟ إيه رأيكم في الآية دي؟ ماذا ينبغي أن أفعل لكي أخلص؟ ماذا تريد يا رب أن أفعل؟ مش كلمة دي سمعها بولس قبل كده؟ عايزني أعمل إيه عشان أخلص؟ فاكرين العرافة قالت لهم إيه؟ هؤلاء هم عبيد الله الحي، هؤلاء هم ينادون لكم بطريق الخلاص. الراجل واضح ان هو الكلام دوت سمعه، فهنا ده فعلا دول ولاد اولاد ربنا فعلا، عشان يحصل الزلزلة اللي قومتنا من النوم دي، وعشان الابواب تتفتح، وعشان القيود تتفك. دول اكيد فعلا اولاد الله الحي، دول فعلا عارفين طريق الخلاص. قولوا لي افعل ايه عشان اخلص؟ يعمل ايه يا جماعة؟ يأمن. فقال آمن بالرب يسوع فتخلص أنت وأهل بيتك. فاكرين بطرس قال ايه في أعمال 4؟ قال كده هوت، وليس بأحد غيره الخلاص، لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. مفيش اسم تاني غير اسم ربنا يسوع المسيح هو اللي هنخلص به. تقول لي بقى مش عارف ايه وناس كويسين وناس حلوين، هو الكتاب بيقول كده، الكتاب بيقول كده، ينبغي أن نخلص، ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس ينبغي به أن نخلص.
آمن بالرب يسوع فتخلص أنت وأهل بيتك. وكلماه وجميع من في بيته بكلمة الرب. راحوا بقى بيته، هو أخذهم على بيته، ابتدى يكلموه عن المسيح وعن عمل الله وعن القيامة وعن الصليب وعن الفداء والخلاص. فأخذهما في تلك الساعة من الليل وغسلهما من جراحاتهما، واعتمد في الحال هو والذين له أجمعون. برضو أهل بيته دول أكيد في مراته وفي عياله وفي أطفال في كبار في كل حاجة، يبقى في معمودية للكل، في معمودية للأطفال. ولما أصعدهما إلى بيته قدم لهما مائدة. بعض الآباء بيقولوا أنه المائدة هنا هو أنه بولس قدم ذبيحة الإفخارستية وناولهم كمان. وتهلل مع جميع بيتي إذ كان قد آمن بالرب. وجايبين من حتة التهلل دي أنه لما تناول تهلل مع جميع أهل بيته. ولما صار النهار أرسل الولاة الجلادين قائلين اطلق زينك الرجلين، هذين الرجلين. إيه ده؟ إيه اللي حصل؟ ليه حصل تغيير كده؟ يا ترى هو وصل لهم خبر أنه حصلت زلزلة وأنه السجن اتفتحت أبوابه، ولا هم فعلا ابتدوا يحسوا أنه في يعني رضا شعبي أو إيمان بالناس دي أن هم ناس عظام؟ مش معروف، لكن الولاة قرروا أن هم يطلقوه. فأخبر حافظ السجن فأخبر حافظ السجن بولس بهذا الكلام أن الولاة قد أرسلوا أن تطلقها، فخرج الآن واذهب بسلام. الراجل راجح رايح بقى فرحان قوي بعد ما رجحهم، يعني أكلهم وعشاهم وبتاعه ورجحهم وداهم السجن الصبح. فجاي لهم بيقول لهم بقى إيه ده، أنتوا هتخرجوا بقى، يلا روحوا. لكن هنا المفاجأة. فقال لهم بولس ضربونا جهرا غير مقضي علينا، ما تحكمش علينا، ونحن رجلان رومانيان، وألقونا في السجن، فالآن يطردوننا سرا؟ كلا، بل يأتهم أنفسهم ويخرجون. بولس رفض أنه هو يخرج. إزاي يضربونا في السر ويحبسونا من غير ما يحاكمونا، والنهاردة جايين يخرجونا سر؟ فأخبر الجلادون الولاة بهذا الكلام فاختشوا. وهقول لكم ليه اختشوا، لما سمعوا أنهما رومانيان فجاءوا وتضرعوا. تضرعوا يعني قعدوا يترجوهم، أرجوك أبص إيديكم ورجليكم. وأخرجوهما وسألوهما أن يخرجا من المدينة، لو سمحت عشان خاطرنا امشوا من البلد، بلاش مش عايزين مشاكل. فخرج من السجن ودخل عند ليديا، ممشوش راحوا ليديا تاني، فأبصر الأخوة وعزياهم ثم خرج. ليه بولس مرضيش يخرج من السجن؟ هقول لكم أنا بقى، دي حتة جميلة حلوة قوي. أحكي لكم شوية حاجة بسيطة كده، هو تعالوا لي بقى أنا وركزوا معي. أول حاجة في مراحل الحكم الروماني. مراحل الحكم الروماني يبقى فيه اتهام، يعني الشخص اللي يتهم بشيء بعد كده يعتقل، يعتقل يعني يتاخد يتمسك، بعد كده يفحص. يعني ايه الفحص؟ الفحص ده معناه انه الفحص ده ما يكونش غير لشخص غير روماني، غير روماني، ركزوا بقى. ولما يفحصوه ينزعوا عنه الثياب ويتضرب بالعصايه ويتحط في القيود زي ما حصل، وبعد كده يتحط في الحجز ويتحط عليه حراسه، وممكن كمان تتحط رجليه في المقطره. لازم تتعمل تحقيقات أولية، توجه إليه الاتهام، والرد من خلال الاتهام بالرفض أو الاعتراف. ده للراجل الروماني، أنت متهم بكذا، يقول لهم آه، يقول لهم لا أنا برفض كده، وتتعمل له محاكمة رسمية. وفي المحاكمة دي يبقى فيه دفاع، هو يدافع عن نفسه ولو فيه شهود أو أدلة. وبعد كده تطلع صورة الحكم، يا براءة يا سجن يا إعدام. ده ما حصلش مع بولس، ده ما حصلش مع بولس. وبالتالي بولس لأنه عارف القانون الروماني يا جماعة، ما قبلش أنه الموضوع يمشي كده، هو تحبي. فلما الولاء أرسلوا للجلادين بإطلاق حرية بولس وسيلة،
فقال له لا بص بقى، ضربونا جهرا غير مجدي علينا واحنا رجالة رومانيين، فالآن يطردوننا سرا؟ كلا، لازم يجوا يخرجونا بنفسهم. في قانون اسمه قانون الفاليري، القانون الفاليري يمنع ضرب فحص المواطن الروماني قبل محاكمته محاكمة عادلة. شوفوا قد ايه من زمان القانون الروماني اللي بيعمل به في بعض البلاد لغاية دلوقتي او تطور طبعا، انه ممنوع محاكمة الشخص غير لما يتحاكم محاكمة عادلة ويقف يقول انا مذنب ولا لا ويدافع عن نفسه. كمان عقوبة الجلد المواطن الروماني لازم تبقى بتنفيذ الامر، عشان كده هوت المواطن الروماني اللي يتعرض كده هوت الوالي يتعاقب بسببه، يتشال من الولايه ويتجلد او يتحاكم بسبب ان هو عمل البتاع دي. عشان كده قلت لكم ان هم لما سمعوا كده اختشوا وتضرعوا لالا بولس وبرنابا بولس وسيلة يرفعوا الامر للمحكمه الاعلى، وبالتالي الناس دي تضيع منهم الولايه. عشان كده هم تضرعوا إليهم وقالوا لهم لو سمحت اخرجوا وسيبوا البلد. عرفتوا ليه؟ حاجة كمان جميلة قوي، ان بولس داخل المدينة ديت وهو الكبير بتاع الاتجاه دوت او التعليم دوت او الايمان دوت، لما يتمسك الراس ويتهان كده هوت ويخرج سرا، لما يجي حد تاني او لما يبقى فيه كهنة هيتعاملوا بأسوأ. عشان كده بولس حب يحط سيستم، نظام غير مسموح انه يحصل كده تاني. طب احنا اسفين مش هنقرب منكم، مش هنعمل لكم اي حاجه تضايقكم بعد كده، هو غير مقضي علينا. اصحاح جميل. انا بس اللي عايز نركز فيه ازاي ربنا ممكن يسمح لي اني اخدم في مكان، او ازاي ربنا في حياتي ممكن يقول لي بلاش الموضوع ده دلوقتي، اقبل من ربنا. احنا بنعرف متحققين لما قال كده هوت، فلما رأى الرؤيا الوقت ان نخرج الى مقدونيا متحققين ان الرب دعانا لنبشر. تحققوا ازاي؟ في امور كتيرة، مثلا برؤى زي حنانيا وكرنيليوس وبطرس وبولس، او من الظروف لما الاضطهاد حصل والتشتت فمشي وراحوا في حتة تانية، او انه حد يكلفك زي ما كلفوا بولس وسيلة في رحلتهم التانية، أو إن ربنا يكلمك، أو إن الروح نفسه يمنعك، تلاقي ربنا مش عايزك تعمل كده. لازم تصلي وتطلب منه، تقول له رب اكشف لي عن إرادتك ومشيئتك. ربنا يدينا نعمة ويبارك حياتنا لإلهنا المجد الدائم من الآن وإلى الأبد. آمين.